السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنت كنتفرج في المناظره اللي كاينه حاليا ما بين ايمانويل ماكرون ومارين لوبين، ودرت بوز وسجلت باش نجي نشرح للناس اللي ما كيفهموش الفرنساويه النقاط المهمه اللي قالت في هاد لا بروميير بارتي ديال لو ديبا اللي دايرين بيناتهم. هاد الديبا علاش دايرينو؟ اولا الناس اللي ما عارفينش، ولكن انا عارف الناس اللي غيتفرجوا الفيديو عارفين تري بيان علاش كاينه هاد المناظره. المناظره كان راحت كاين لو دوزيام تور ديال لي زيليكسيون، يعني انتخابات للرئاسة في فرنسا اللي غادي تكون نهار الحد 24 في شهر 4 ان شاء الله. وهاد جوج ديال لي كونديدا هما اللي بقاو في لو دوزيام تور، يعني اللي غادي يربح هو اللي غادي يكون رئيس ديال فرنسا الخمس سنين اللي جاية. جوج اللي بقاو هما مارين لو بين و ايمانويل ماكرون. دابا غادي نقول لكم النقاط المهمة باش ما نطولش عليكم الفيديو اللي تقالت في هاد المناظرة اللي بيناتهم بجوج. بجوجهم بعدا بغاو يطلعوا لو سالير، بغاو بجوجهم يطلعوا السالير ديال الخدامه، يعني هذه الراتب الشهري ديال الناس اللي تخدموا بجوجهم بغاو يطلعوه. مارين لو بين بغات تزيد 10% وبغات تنقص في لي كوتيزاسيون اللي كيخلصوها لي زومبلويور ديالكم. ايمانويل ماكرون هضر قال غادي يطلع لي سالير شويه سون بريسيزيون بارتيكولير. حنا عارفين الانفلاسيون طلعت بزاف في فرنسا. الانفلاسيون هي الاسعار فاش كتطلع في الثمن، سابيل الانفلاسيون يعني فاش الثمن كيزاد. ماري لو بين شنو قالت لهم باش تعاون الناس اللي ساكنين في فرنسا على حساب هاد الانفلاسيون، هاد الزياده في الاسعار ديال الحوايج اللي تيشريوها الناس كل يوم؟ قالت لهم غادي نحيدوا لا تي في اللي هي واحد الضريبه اللي كيخلصوها الناس على تو لي برودوي. بغات تحيد هاد الضريبه على 100 برودوي دو نيسيسيتي، يعني الاحتياجات اللي مهمه. بغات تحيد في لا تي في لهذوك الناس اللي ما عندهمش مساكن الفلوس بزاف بارابور على الانفلاسيون. 100 برودوي دو نيسيسيتي تقدر تشريوهم ويحيدوا لكم، ما تخصوش عليهم تي في، هذا في البروغرام ديالها. ايمانويل ماكرون جاوبها وقال لها لا، قال لها نو، قال لها انا غادي نعطي واحد الشيك اللي كيسميه لو شيك اليمونتير. هو غادي يعطي واحد لو شيك اليمونتير باش يعاون الناس على حساب هاد الانفلاسيون. يعني فوالا سو سون دو شوز ديفيرونت، واحد كيعطي الفلوس وواحد كيحيد واحد لا تي في، يعني الفلوس ما غاديش تخرج. ماري لو بين جاوباتو وقالت ليه دابا انت الا عطيتي داك الشيك ديال 100 يورو راه كيعني بانك انت باغي هذيك الانفلاسيون تبقى، باغي هذاك الثمن اللي طالع يبقى طالع، وماشي كتكومباتي، يعني ماشي كتدافع باش داك الانفلاسيون تهبط. جاوباش مزيان، قال لها نو مي انا كنعاود كوميم لي فرونسي. دون تو لي كا هاد لو ديبا ايمانويل ماكرون كاين في لا بروميير بارتي ان توكا اللي تفرج فيها كان حسن بألف درجة من مارين لو بين. على حساب الطاقة، على حساب الطاقة مارين لو بين حيتاش الطاقة غادو كطلع، يعني الغاز الالكتريسيتي، حيتاش الالكتريسيتي والغاز ما كان بروديو، الالكتريسيتي ما كان بروديوهاش هنا في فرنسا، كان امبورتيوها من الخارج. يعني عندنا واحد اتفاقيات اوروبيه باش كنجيبوا الطاقه هنا لينيرجي للداخل. هي شنو بغات؟ هي بغات مارين لو بين بغات واحد الثمن، واحد السعر ريغولي، هي بغات واحد السعر اللي هو منظم. اكزاكتومون السعر منظم على حساب الطاقه، حيت دابا الطاقه غدا وكتطلع. هي قالت لهم انا بغيت واحد لو ان بري ريغولي سور لينيرجي. دون تو لي كا هو يا اي لي بريزون دو لا فرانس على البريزونس دو لوروب، دونك لوجيكمون غادي يدافع على لا بوليتيك ديال اوروبا. ما قالهاش نو، مي قال لها ان توكا نون سا سادابت، حيت حنا ما كنبرودوش داكشي هنا، دونك سي نورمال كو لي بري يكونوا شويه طالعين. بو امبورت، هادو غير دي ديتاي. هي بغات تخرج من واحد من داك السوق ديال الطاقه الاوروبيه، داك السوق الاوروبي ديال الطاقه ما غير بان بغات تخرج منه، ما بغاتش تبقى جالسه فيه. قالت لي انا غادي نخرج من هذاك السوق ديال الطاقه.
هو نو هو ما إلي با داكوغ دونك هو ما غاديش يخرج من داك السوق دونك هي بغات تخرج من داك السوق وبغات دير أسعار منظمة على حساب الطاقة دونك هذا حاجة مهمة اللي خاصكم تعرفوها. بالنسبة للانتريت يعني لا روتريت لا روتريت ماري لو بين بغات الناس يمشيو لا روتريت فاش تكون عندهم 60 عام 60 عام هو لاج اللي خاصك تمشي فيه لا روتريت وبغات 1000 اورو تو الموند بور تو الموند يعني 1000 اورو لتو الموند. ايمانويل ماكرون قال لها نو قال لها نو حتى دابا انت عطي 1000 اورو لكل شيء الوغ كو كاين ما عندهمش واحد لا كارير اللي هي كومبليت. هو شنو كي بروبوزي هو غير باش يدفع باش يدخل لا بروبوزيسيون ديالو. هو قال لي انا ما غاديش ندخل الناس ما غاديش نصيفط الناس لا غتقيت حتى يكتب تيديروا تيديروا 65 عام. قال لا 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 هذاك في البروغرام ديالو سايتيجي يعني قالوها ولكن قال لي غادي هذاك الشيء بروغريسيفمون يعني ماشي دقه واحده غادي نجي نقول لهم باش تدخل لا غتقيت خاصك تكون عندك 66 عام 65 عام. قال لهم غادي نزيد 6 شهور كل سنه حتى نوصل ل 65 عام. دونك هو دونك لوبجيكتيف ديالو هو لانتريت 65 عام ولكن ماشي بدقه واحده 65 عام وغادي يزيد كل دابا 62 غادي وكيزيد كل عام 6 موا حتى يوصل من هنا 2027 واقيلا قالوا باش يوصل ل 65 عام ويولي 65 عام هو لاج دو ديبار ديال لا روتريت هنا في فرنسا. بالنسبه للسالير ديال لي روتريتي يعني الناس اللي عندهم لانتريت هو كيهضر على واحد الحد الادنى للمساعده هو عنده واحد لو مينيموم كونتريبيوتيف اللي سماه مينيموم كونتريبيوتيف ديال 1100 اورو. هاد 1100 اورو كاع اللي عنده واحد الحياه المهنيه كامله يعني اون كارير كومبليت غادي يشد 1100 اورو مع ايمانويل ماكرون. دابا هاد 1100 اورو دابا راه 980 يعني دابا الناس كيشدوا 980 اورو. هو ما بغاش 980 بغى يطلعها ل 1100 لاي واحد عنده حياة مهنية كاملة وبغى يحيد هذوك النظامات الخاصين يعني بحال لا تي بي عنده واحد لو ريجيم سبيسيال بغى ما بغاش هو هاد النظامات الخاصين. غادي يفتح 10000 بوست لي انفيرميير ولي ايد سوانيون اي ايد سوانيونت يعني غادي يفتح 10000 خدمه للانفيرميير ايتوانيونت ايتوانيون. او مارين لو بين بدات كملت الهضره ديالها وقالت بلي راه هي باغا تزيد 3% في لو سالير دي زونسينيون يعني الاساتذه وتخلصهم واحد نص نهار اللي غادا تزيدو في القرايه فاش غادي تولي بريزيدون دو لا ريبوبليك. دونك 3% بلس غادي يخلصوا واحد نص نهار اللي غادي تزيد امبوزي على حساب القرايه هنا في فرنسا. فوالا انا ريزوميت لكم دابا شنو قالوا يعني دو فاسون عموميه جينيرال ولكن راه قالوا بزاف ديال الحوايج هضروا على لي زاويه اللي غيتحطوا في البحر. قالت لي علاش ما حطيتيش في دوفون لو توكي بريف بقاو كي ديباتيو سي سور دي سوجي اللي ما غاديش انتريسيوكم فورسيمون. نتلاقاو دونك في الفيديو الثاني على حساب لا دوزيام بارتي اللي باقي غادي نمشي نتفرج فيها ونعاود ندير لكم فيديو باش تفهموني. ا توتالور لا فامي.